هسه الدمج صار اسطوري. 5 ممتاز. اوكي فرشي واو. اوه ممتاز هسه صار اعتقد كملن. اوه ممتاز كان واضح مكان لازم يعني. اوه اسطوري. السلام عليكم شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بيكم قناة العاب خوف وشاري وراكي جيمر. اهلا بيكم بالحلقة اهلا بيكم بالحلقة رقم 15 من اللعبة الجميلة اللعبة الاسطورية اوكي تونيك. ان شاء الله بحلقة اليوم راح نكمل من حيث ما توقفنا. بس هذا الباب وين 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 باخر صفحة يب هذا الباب هذا الباب اوكي هو نفس نفس هذا الباب اللي هسه انا يمه اوكي. لو تلاحظون ثعلوب قاعد ويعني شلون جاي يفكر او ضايج يعني لان هذا اللغز لغز هذا الباب ما ينحل الا باخر اللعبة تقريبا يتعلق بهاي الصفحة اوكي. فشي مزعج كلش او شي راح تطول كلش. خلني اشرح هذه الاشياء. خاتم الخطر البرتقالي هذا شارحه اذا الهيلث كان قليل الدمج عالي. هذا الثاني خاتم الخطر الازرق الهيلث اذا كان قليل راح يكون الدفاع افضل اوكي. رماد مقلب هذا راح يحول البوشنات الى سحر. خلخال هذا راح يزيد السرعة بشوية الموفمنت سبيد. العطر العطر صراحة ما ادري هذا شيني هذا صدى اعلى معناته انا لما اموت واروح اخذ يعني شلون هذا الشبح مالي راح يدمج اكثر اوكي هاي معناتها. جرس الكتم هذا يقلل الصوت اللي يطلع من عندي. هذا القلب كأس الحظ 15% احتمالية بانه اذا قتلت العدو راح يطلع لك قلب. هذا واقي اليدين لما انطق وانا خال درع راح ينزل الاستامينا مو بس اذا خليت هذا راح ينزل الاستامينا بشكل اقل. دواء كحولي راح يخلي البوشنات تنطي هيلث اكثر اعتقد. لا دواء كحولي راح يزيد الدمج ويقلل الدفاع واللي هو شيء مو زين ترى اوكي الا اذا كنت محترف كلش وما تنطق ابد. قناع النباش هذا عرفت شيني سالفته بانه ما يخليني اتضرر من الاشياء الوردية مدري ايش الاشياء المزعجة اللي تقلل الهيلث. جراب خنجر هذا يقلل الوقت لما تستخدم الخنجر مالك اوكي. صدى سحري هذا لما نفس هذا تقريبا بس هذا لما نسترجع الروح مالتي بعد ما توفى راح يهيلني 30%. هذا السيف الحارق تعرفونه. جوهرة الهالة جوهرة الهالة هذا مو مثل ما انا كنت اتصوره اوكي نايس. هذا جوهرة الهالة هذا ما له علاقة بالدوج اوكي لا ما له علاقة بهذا الدوج لا يختلف هذا العلاقة بهذا الشيء وينه؟ اوكي شوف هذا اللي سويته هذا اللي سويته اسمه ديفليكت اوكي. لما انطق لازم اوقتها واللي هو توقيت صعب كلش ولحد الان ما سويته بانه وات الهيلث كله رجع وات شلون رجع الهيلث يمكن لان نهاية اللعبة. المهم لين طلعت من اللعبة ورجعت ما ادري. لازم اكو لازم اكو لازم اكو لازم معقولة معقولة يب ما ينطق. ما جربت لحد الان اسوي ديفليكت للعدو اوكي. ذيك المنطقه منطقه المقلع مقلاع ما ادري منطقه غثيثه وصعبه اوكي منطقه صعبه كلش. منطقه جديده هاي جديده كلش. ياباني كنت هنا. نايس نايس قلنا شلون هيك. خليك تدولي نايس ممتاز نعوفهم ذولي ذولي ما يتركوني لو ما ادري ايش يصير. هذا هذا خلينا نشوف هذا. لا شفت شلون رديت عليه بهاي الحالة الدمج راح يصير افضل. بس توقيت كلش تعبان. شفتوا الطق. انا دمجي همينه دم دم هذا الشيء راح يخلي التوقيت او قدرتي على استخدام ايش اسمه
هذا الديفلكت اسهل. هذا الاسطورة اللي راح يخلي الوقت اللي مساحة الامان لما نسوي دوج يسويها الدبل اللي هو شي اسطوري كلش. خلي نسوي هسه جرب الديفلكت تقدر اسوي. شوفوا ماكو ضوء هسه، شوفوا الضوء على الدرع ماكو لما نسوي ديفلكت. دا حب حب الطين عطوة. لا يا اخي وقت توقيت يا اخي وقت توقيت صار صعب كلش. خلني شلت توقيت صار صعب كلش. يلا طقوا جابو. لا مو هيك. لا يا اخي التحكم. لا ما كان قصدي اهيل يا اخي. التحكم ليش هيك تعبان يا اخي؟ لان يستخدم دقم مختلفات عن اللي متعود عليهن. حتى هولو نايت جربتها والتحكم كان غث اهلي. لازم اجيب يده احسن لي. يا اخي وش وعد جاي لي من اخر الدنيا. اريد اياب. هذا يا اخي هذا اسطوره راح يفك لي ازمه. هذا هسه الدمج صار اسطوري. 5 ممتاز. هسه الدمج تحفه. هسه اذا اريد اسوي هيكيه صعب كلش صعب كلش. اوكي ما اريد اجرب الا اذا خليت الارتفكت او الا اذا خليت هذا. ذيك الساعه راح احاول اسوي ديفلكتات. بس قبل لا انسى خل استخدم هاي. اوه يا خفت يمنا استخدم هاي. اوكي وراح احصل هالسمو. اوكي وات هاي 9. وات ذا هيل. اتذكر شفت صوره تخص هذا الشيء وما افتهمتها. شنو السالفه؟ ما كلش ما افتهمت. يب هاي الصفحه 20 يقول لك بالبداية كنت احتاج 3. الليفل الثاني حتى يصير عندي 3 بطاقات احتاج 3. لم حتى احتاج حتى يصير عندي 4 بطاقات لازم اجيب 4 عملات. انا بالخمسة اجيب 5 عملات. شيش متوقعت هيج. يا الغدرة كنت فرحان. يب احتاج بعد عملة. اوكي لان هسه عندي 9 عمل او يب هسه انا انطيت 3 عملات احتاج بعد عمله حتى احصل على البطاقه الرابعه. ترى البطاقات فكن ازمه. اوكي البطاقات المفيده يعني. اوكي هسه ما راح اعاني راح اخذ راحتي. اوكي لا قلنا راح ناخذ راحتنا. حب راح ناخذ راحتنا. من الحلقه السابقه صعدت منا. اوكي صعدت فوق رحت للجبل مره راح نطلع من هنا. اي جاي شوفوا هاي حب اشكالات. نايس المنطقة شوي معقدة. اي فريتشي واو 5 10 10 تفضل. يعني مرات يخلون صناديق بس لان هم يعني احتاجوا يخلون صندوق هنا. وهاي شافوا مكان مناسب ولا الهدية هي لا شيء او الجائزة هي لا شيء. يعني ما اقدر انزل ان انا لازم امشي. اوكي فرشي واو. ممتاز هسه صار اعتقد كملن. ممتاز ياب ترى هذا الشيء مفيد كلش. ممتاز هسه عندي طن صار عندي 6. اوكي 6 ممتاز اقدر اروح من المناطق الخطره بيها جوائز ممتازه. اوكي كل شيء. شنو هذا؟ ماكسون وات ذا هيل. يعني هذا الطريق كله بروح. هذا الاختصار كان موجود وانا ما ادري. السلام عليكم. لا ترى الدرع شيء اسطوري بس انا ما جاي استخدمه. شوف هسه حتى الوقت اقترب مو مهم لان لابس هذا القناع الاسطوره. الله يفك ازمه. هذا القناع مزعجه. هذه الاشياء مزعجات كلش. ياها افتهمنا. اوهو ريدين جلد. هذا ريدين جلد. تعال
نبي يشرد نبي يشرد. اقتل صاحبي. لا ما اقتل صاحبي. خلني استكشف. ما نقدر نروح من هناك. ليش ليش؟ كنت مأيم على غير شيء. اعطيني عطوة خلي اشرب الهيل. عاش ايدك حظ. شكرا على الدعم. يلا توفي. جاي شوف جاي شوف شغلات جوا. جاي شوف حب اشكالات جوا. اعدادكم هواي اعدادكم. اعدادكم هواي. يب اقتربوا 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 اقتربوا. هو يريد يخلي مسافة بيناتنا ترى هذا. هذا القناص دائما يخلي مسافة. هو مكتوب اوكي بالمجلة انه دائما يريد يخلي مسافة بيناتكم. فلما تقترب عنده هاي يتوفى هو. شيش. هنا انا فرشي اسطوري لان خالينا بمكان واضح ومكان فلازم يعني اسطوري يا اسطوري. اوكي اعطيني هذا. هسه خلينا نجرب على عدو وعلى فرشي. صناديق طبعا ما بيهن شي للاسف. ما ادري ليش. خلوا بيهن فلوس على الاقل. اوكي. نايس. فرشي واو عملة عملة. اذا كانت عملة فرشي يعني. لا فرشي ممتاز هو ترى. اوكي اريد اكبر كمية بوشينات ممكنة. اوكي. نايس. حاليا جاي تفيد نهاية مالت الدوج العظمة. اوكي. القلب هذا ما يفيد هواي. بس يعني هم يفيد. اوكي. نايس. ياب ممتاز لحد الان. جاي نتقدم بشكل اسطوري. اوكي. ياب صندوق. واي صناديق حلقة اليوم. لان منطقة خطرة. استهلاكية تعطيني السحر. نايس. هذا الاشياء الاستهلاكية ما استخدمهن الا بوقت الحاجة. اوكي صندوق. نايس. انا ما اعتبره صندوق هذا. يعني ما من امه فايدة. الاشياء الاستهلاكية ممكن تفيدني بالاوضاع يعني بالوضع الخطر خلينا نقول. لما انا صدق احتاج هذيك الساعة. يعني يكون المفيدات واوقات معينة. شلونك هوب؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكون بخير يعني انت. لا ياب هيتش. ابلع! 24 ساعة يذب لي رمان. يذب لي قنابل. هسه ارتحت؟ حصالة. هاي ممكن تكون تفيد. احس الحصالة شوي جاي تعطيني فلوس اكثر فاكثر. ما ادري هي كل ما كسرت حصالات تعطيني اكثر ما ادري. اوكي. يب استكشفت كل شيء على هذا الجانب. خلنا نروح نتعدى الجسر. اوكي. صراحة عندي هواي لوت حاليا او هواي اشياء مفيدة. وقالوا راح ينطوني صندوق ما ادري اتشيفمنت. دفاع ممتاز. هذا ممتاز. قالوا راح ينطوني اتشيفمنت ما ادري صندوق اذا استخدمت هواي ديناميت. شيش. هل اقدر اتعدى؟ ما اقدر اتعدى. يب لازم ننزل نقتل هذا القناص. لا يا اخي ننزل قلنا مو نطيح. اوكي قناصة قناص. مرات ما أقيم. اوكي ما احدد. هاي الحاله مرات ما توصل لهم الضربه. ومرات احدد ويحدد على غير شيء اللي اريده. اوكي بصير خربطه. لا يا عندي مشكله بالتحكم اليوم. اوكي التحكم الجي والكي والال والهاي النقطتين يم الال. اوكي يعني مو المعتاد خلينا نقول. والحركة W وال A S D معتادة يعني. أخذت راح تضغط إيه. لا. نايس نهيل. أوكي. لا قوم. ممتاز. نايس. منا. يا بكون نزلة منا بس خلني استكشف أول شيء. منا ننزلها. وين تركب؟ وين تروح؟ وين تروح؟ وين؟ ابلع! ابلع! غاث علي! اوكي. راح احاول استخدم الديناميت يمتى ما شفت مكان من الممكن يكون يتفلش يعني من الحيطان.
بس يا شو كلش كلش يعني مختصر بالديناميت. عندي نزلتين من نزلين. اها ياها ابلع. صار كتلتهم سهلة كلش، صاروا سهلين. اوكي هل النزلة منا المفترض تكون او كش ما جاي نشوف؟ كش ما جاي نشوف؟ كش ما جاي نشوف؟ يب ما جاي نشوف شي. اوكي يب ماكو صعد اللي فوق منا هذا العزيز. يب راح يجي لي منا، يعني ماكو نزلة من على اليمنى ولا كان يجالي من اليمنى. نصعد منا، نصعد منا، نروح ناخذ الصندوق. نايس ممتاز ممتاز. اوكي لحد الان مستمتع صراحة باللعبة. اوكي هسه اذا خلعت القناع غير هذا ما يموت هذا الشيء البنفسجي. قلل الهيلث الى ان اوصل 1 اتش بي. هاي الحالة اي طقة. اوكي راح توفى. ماكو شيء، ماكو شيء ممتاز. نايس نايس ممتاز لحد الان. اوكي ماشيين بالسكة. الو وين المفروض اروح؟ كم طريق عندي؟ ما ادري. خل نشوف هذا بالله. اوكي ما صعد. نايس شيش. اختصار اختصار ممتاز ممتاز. اريد اطور هذا. نايس نايس حب الاختصارات بالالعاب. لو تلاحظون طقيت انا من هذول اللي بالمنطقة الاولى وكان دمجهم ناسي كلش. هو مو دمجهم الناسي بس انما انا الدفاع مالي عالي بالنسبة لهم. ايه استخدمت الشتجن لحد الان او المسدس مدري. ياب الشتجن هذا شلون تعرفه شتجن؟ من هاي الجزء الخلفي من عنده. اوكي مبين مال شتجن. صندوق. اوكي مسدس ما يصير هيك شكله. 20 برا. ريد فرش اشياء يعني لذيذه. هما ما يقدرون يخلون هواي صناديق بيها جوائز اسطوريه لان هيك شي راح تخرب اللعبه. اوكي يعني ما اقدر افتح كل صندوق يلقى بي عمله او قاروره. ايش اللاص راح يفقدن قيمتهن. بس لو خلينا هواي فلوس مثلا بالصندوق اللي بالصناديق اللي بيه فلوس. يا راح ادخل الباب هسه. اوكي يب 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 يبذولي نايمين هنا. ما اقدر اطقهم. اذا هم داخلين لهذا المعبد. طبعا مو هم اللي بنوا هذا المعبد انما هم جاي ينقبون ودخلوا الى عايس اللي جاي يفتح معانا حاليا. جاي ينقبون ووصلوا لهالمنطقة بس دخلوا بيها ناموا. ليش ناموا يعني؟ ما فهمت. هل هذا يعني منطقة نوم او ما احتمال انهي الحلقة هنا أنا. اوكي فريتشي واو الريد فريتشي واو. اوكي نايس نايس. حذر الماي. لا حذر اذن طيارات. منطقة ضخمة كلش. اوكي مقبرة هاي او منطقة حضارة قديمة. اوكي اوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك. واذا عندكم شي تقولون او لعبة تريدون العبها اكتبوا لها بالتعليقات. نشوفكم باكر الساعة 7 بالليل. اوكي يلا باي.